ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت الجماعة القروية مرس الخير التابعة ترابيا لعمالة خيرة مارا أمسين الثلاثاء على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في حق والده السبعيني. وأوضحت مصادر محلية أن سبب إقدام الجاني على جريمته البشعة يعود إلى تجريب وصفات سحرية عليه من قبل عائلته، علما أنه يعاني من خلل عقلي وسبق له أن هدد عائلته في العديد من المرات. نفس المصادر أكدت أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من توقيف الشاب القاتل ووضعته رهن الحراسة النظرية، في حين ودع والده الحياة في طريقه نحو المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي الحسن بعد أن تعرض لضربات قوية على مستوى الرأس تسببت له في نزيف داخلي حاد. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.